طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله يا شباب مع مسألة أخرى على الكلوز سيستمز. مسألة تتحدث عن two compartments A and B. الكومبارتمنت أو الحجرة A loaded with a piston، هذا هو البستون موجود عليها، يوجد بها water وزن حقه 0.5 كيلوغرام، البريشر عند ستيت 1 200 كيلو باسكال، ودرجة الحرارة TA1 حتساوي 150 درجة مئوية، بينما التانك B مملوء أيضا ب 0.1 متر كيوب of water at 400 كيلو باسكال والكواليتي 50%. امشوا يا أخوان نكتبها. الفالف اللي ما بين الاثنين كان مغلق بعدين فتحوه، ووصل بعد الفتح إلى final uniform state. total volume حق هذه الستيت كان 1.006 متر كيوب. طلب منك إيجاد الورك والهيت ترانسفير في هذه العملية. طيب، خلونا يا شباب كالمعتاد في البداية فيكس الستيت، ستيت A1 وستيت B1 على التي في، لأن هذا بيساعدنا كثيرا في حل هذه المسألة بسهولة. الماس هنا موجودة، البريشر هنا موجود، التمبريتشر هنا موجودة. بما أن البريشر هنا 200 والتمبريتشر 150، بما أن الساتوريشن تمبريتشر لل 200 كيلو باسكال عبارة عن 120، فإذا سوبر هيتد، لأن 150 أكبر من 120. هذه هي النقطة، ممتاز، سوبر هيتد، وأنا بحاجة إني أجيب الـ specific volume VA1. عشان أجيب الـ specific volume أقراه من الجدول، تروح عند 0.2 ميجا باسكال و150، ستجد إنه VA1، وأيضا تقرأ UA1 برضو من الـ super heated table. وفي الطريق أيضا بما أن الماس معروفة يا شباب، فأقدر أجيب الـ volume، الحجم هذا، لأنه يساوي الماس MA1 مضروبة في الاسبسيفيك فوليوم. الماس كانت ب 0.5 مضروبة في 0.95986، هذا حيعطيني. نبغى نثبت أيضا ستيت بي الآن. نشوف ستيت بي، قال لي إنها 400 كيلو باسكال. إذا كان هذا 200 كيلو باسكال، هذا نخليه 400 كيلو باسكال، والكواليتي بنص اهو. احنا هنا ال 400 كيلو باسكال الساتوريشن تمبريتشر المقابله لها، بس للمعلومية 143، معنى درجه الحراره 143 هنا. انا بحاجه الى، انا اعرف اني بحتاج في بي 1، اوكي. فكيف أجيبها؟ بنفس الطريقة اللي نتبعها في الساتوريتد بارت. أقول تطلع 0.23175 متر تكعيب لكل كيلوغرام، هذا الـ VB. وأيضا أنا بحاجة إلى UB1، تطلع لك 1578.67 كيلو جول بير كيلوغرام. ايضا انا احتاج الى الماس، ايضا لسه شو ما بديت في الحل الان، الى الان بس اجهز الاشياء هذه. الماس VB1 على VB1، الفوليوم ب 0.1، والسبيسيفيك فوليوم جبته هنا 0.23175، هذه حتساوي 0.4315 كيلو جرام. طيب، هذه هي A1 وهذه الستيت B1. لما فكينا الصمام، المعلومة الوحيدة اللي عطاني إياها إن الفوليوم أصبح 1.006. بما أن البريشر هنا 400 كيلو باسكال والبريشر هنا 200 كيلو باسكال، أكيد إن السبستنس الموجودة هنا حتدخل وحترفع البستون. وسؤالي الآن لكم يا شباب، هل هناك معلومة أخرى at state 2، يعني هذه هي state 2،
هل هناك معلومة أخرى غير الفوليوم؟ هو أعطاني الفوليوم التوتال، قال لي إنه 1.006 متر تكعيب، معناته إني أقدر أجيب V2 لأنه بيصير V توتال على الماس، والماس ثابتة لأنها حتساوي MB MA زائد MB 1.08 متر تكعيب لكل كيلوغرام. وسؤالي الآن، هل يوجد بروبرتي أخرى غير السبيسيفيك فوليوم؟ نعم، هنا التريك في هذه المسألة، البستون هذا فلوتينج يا شباب، وبما أنه فلوتينج فنقدر نقول أنه P2 حيساوي P external حيساوي 200 كيلو باسكال. طيب إيش معنى الكلام هذا؟ معنات الكلام هذا أن الحالة رقم 2 تقع على الخط هذا يا شباب، على خط 200 كيلو باسكال، والسبيسيفيك فوليوم عبارة عن 1.08. إحنا قلنا VA1 حسبنا إحنا وياكم، أهو هذا هو VA1.959، والV final بـ 1.08، يعني نروح على اليمين حاجة بسيطة. طبعا العملية هذه تعتبر نان إكوليبريم، أوكي؟ كيف وصل هذا لين هنا؟ I don't care about it، لكن هي نان إكوليبريم، وحنشوف كيف ممكن نحسب الورك والهيت ترانسفير. بما أن السبيسيفيك فوليوم والبي 2 معلومين، معنات أقدر أجيب U2. لو رحت للجداول حتحصلها تقريبا 2654.6 اوكي كيلو جول بير كيلوغرام. ما ابغى اسوي انتربوليشن لانه الفي 2 قريب من الفي الموجود في الجداول. ارجو انك تروح الجدول وتشوفه، يعني هذا هو، شوفوا يا شباب هذا هو 1.08. نقفل الان، احنا جبنا يعني انجزنا انجاز مهم اللي هو تفريغ الداتا على التي في دايجرام، ومحاولة استكشاف الفاينل ستيت. قال لي جيب الورك. الورك إذا جينا هو الورك اللازم لرفع هذا البستن، معايا ولا لا؟ find الورك. طيب أنا اللي أعرف إن الورك from 1 to 2 حيساوي البريشر في V2 ماينس V1. هينتبه لبعض الأغلاط اللي يقعون فيها الشباب. أنا حصغر الرسمة الآن، أهو الحجم الجديد اللي أعطاني إياه ليس هذا، أهو بل هذا يا شباب، هذا الـ 1.006 هي ال VB، اهو ال 1.006 هي VB زائد VA بعد التمدد. انا لا ابغى هذا، ابغى المؤشر هذا، ابغى VA2. مهم جدا الان. طيب كيف اجيب VA2؟ بسيط جدا، احنا نقول 1.006 حتساوي VB اوكي زائد VA2 اوكي. اذا VA2 حيساوي 1.006 ناقص VB اللي هو 0.1 حيطلع 0.906. هذه انتبه منها، بعض الشباب غلطوا فيها. اذا نقول البريشر هنا كان ب 200، الفوليوم هذا هو بعيد تأشيره كمان، هو الحجم الكلي هنا ناقص المقدار ذا يطلع لك 0.906 ناقص الحجم الأساسي الأول اللي حسبناه أنا وياك 0.48 يطلع لك 85.2 كيلو جول. إيش كمان يبقى؟ قال أوجد أيضا الهيت ترانسفير. نقول إنه كيو from 1 to 2 ناقص الورك from 1 to 2 حيساوي U2 ماينس U1. ولاحظ اني استخدمت ايش؟ الحجم الكبير. طيب
يو 2 ماينس يو 1 حيساوي الماس الكلية 2 التي هي عبارة عن A و B مضروبة في يو 2 ناقص M A 1 يو 1 زائد M B 1 يو B 1. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. M2 هي التوتال ماس اللي هي 0.4315 حقت ال B1 زائد 0.5. لو جمعت 0.4315 مع 0.5 يطلع لك 0.9315 في U2. أنا قبل شوي جبتها لك الآن. أوكي؟ ناقص افتح قوس MA1 اللي هو نص في اليو اللي هي 2577.1 زائد الماس حقه البي اللي انا جبتها انا وياك هنا 0.4315 في اليو اللي هي 2654 عفوا اللي هي 1578. يلا بسم الله الرحمن الرحيم امش نحسبها 503.3. إذن الكيو حتساوي الورك اللي هو 0.2 زائد 503.3 تطلع 588 تقريبا كيلو جول. نشوفكم على خير في مسائل أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.